عمي راح اقول لك كلام يجوز اكثر الناس يجوز انت واحد تزعل، لو ما الله موجود، لو ما الله موجود لا اصلي للشيعه واركع الجماعي حقيقه. ليش؟ قول لي ليش؟ لا اريد اسمع. لا ليش؟ كم شيعي استشهد في الانبار لحد هسه؟ ايش كم شيعي بالالاف صلاح الدين وديالة، ايش كم شيعي ما انطوا دمائهم الي؟ جيش سياسي فلل ما انطى لا اخوه ولا ابنه، والشيعي يجي يدفع دمه في الانبار. عمي الدرع الاول هم الشيعة للعراق، ابتلوا بالعراق عم الشيعة، خليني اقول لك يا ابو صلاح من اللي ابتلى بالعراق؟ انا انطيت واحد اثنين، لكن هم انطوا الاف الشهداء من ابناء الشيعة حماية للعراق والبلد. ولا شنو هو اللي يروح يقدم نفسه صلاح الدين يذبح ابنه بالانبار؟ والله شنو هو سياسي اني اذا اصنع اخي؟ من هو اللي راح يسمح له يسوي اقليم؟ وهذا ابن الجنوب، ابن البصره وابن النجف وكربله، انطى دمه بالرمادي وبالتيميم وبالجزيره بكل مكانات. من هو اللي يسمح له هذا؟ من هو يا وطن يا عراقي يا شريف يا ابناء عسى؟ نسمع كيف سيكون.